عودي معكم اذا للمتابعة باخر محطاتنا لليوم الاحد، طبعا كمان مع الشيف، وانا رح اشوفكم بعد دقايق بالمطبخ. تحية لكل المشاهدين اللي انضموا لنا لنكفي اخر طبق لليوم. حنحضر القريدس مع الريزوتو. اول شيء القريدس لازم يكون حجم الوسط، و رح نحط شوي بالزيت نقليه. حط مقل على النار، زيت، وأضيف القريدس. حضرنا الرز مسلوق مع الجبنة. رح نحط ملح وبابريكا. فيك تحطوا بابريكا حارة أو حلوة. الريدس إذا عم نقليه أو عم نسلقه، إذا عم نسلقه دايما بذكركم بعد ما تغلي المي مع المواد المعطرة والخل الأساسي فيها لازم نحطه على النار مدة 10 دقايق مش أكتر. بنرجع بنشيله بنقشره و بيتقدم. إذا كان بارد أو سخن بنرجع بنقلي شوي بيمشي الحال. إذا عم يتقلى كمان ما بده كتير وقت لأنه بيستوي بشكل سريع حسب حجمه. البابريكا الحلوة بتعطيه لون على حمر. رح نبلش نحط الخس، وعندنا الأفوكادو. عندنا الخس أول شيء، فينا نفرمه فينا نعمله بإيدنا بيمشي الحال. الأيسبرغ عطول بده يكون فرمته كبيرة شوي. كعب الجات، انتبه اذا في اي ورقه بقلبه بتكون من جوا مضروبه او شيء بنشيلها. نرجع، هيدا خلص، هيدا حنطفي عليه صار جاهز. رح نجيب الافوكا، اهم شيء الافوكا مستويه. الافوكا كمان ما تسود، اذا عندها وقت طويل رح تقعد بالطبق لوقت طويل تتعرض للهواء، لازم دائما نفركها بعصير الحامض تبطل تسود. هذه معلومات لازم دائما نتذكرها، بتساعدنا كثير بتحضير الاطباق. هذا مستوي جاهز، كتير مهم يكون مستوي. بهالشكل بدنا نقصها. نرجع تحت بشيل بذرة بهالشكل هيدا. كمان نقطعها بهالشكل. الأفوكادو بجنب، هيدي السلطة ما حنخلطها، نغير خشبة. ورح نحط الرز عملناه بهالشكل مع الجبنة، لازم يكون
خابس شوي، رز ايطالي مع جبنه، نطبخها على مراحل. كميه المي ما بنحطها كلها، بنحط نص كميه المي، بنرجع بعد ما تغلي وتنشف ما بنحط كميه المي الباقيه على 3 مراحل. هاي على طريقه الريزوتو. شفنا الجبنه، هاي الكمية كافية. عنا فاصوليا، إذا عنا الحمراء أو الفاصوليا السوداء كمان بتمشي. عم نوزع كل صنف وحده، في أشخاص ما بفضلوا ياكلوا من كل الأصناف، بصيروا يختاروا أصناف اللي بيحبوها بقلب السلطة. بهالوقت بيكون القريدس كمان بعد ما قليناه أول شيء برد، بس بدنا نستخدمه. عنا الذرة، نوزع على الداير. فينا نحط بصل الأخضر، فينا ما نحطه إذا ما بتحبوا البصل تستغنوا عنه. بأي شيء تاني ممكن نحط البقدونس والكزبرة. نحط شوي كزبرة. نفرمها خشنة، ما بدنا اياها ناعمة، بدي اياها تبين على الوجه بهالشكل. بدي ارجع اضيف القريدس. شفنا لونه على البابريكا الحلوة كيف عمل، فينا نتركه بدون من لونه، فينا نعطيه نكهة. وإذا بتحبوا الحار فيكم تحطوا البابريكا الحارة كمان بتطلع طيبة معهم. ناخد هيدا الصوص كمان اللي نزل منه حطوا عليها. فينا نستخدم الجوز، فينا نستخدم فستق حلبي، انتو شو المتوفر عندكم فيكم تستخدموا. بعد هنعمل له صلصة نزين. دايما الزينة بالمتوفر، ما بدنا نلبك اي ست عم تعمل طبق متوفر عندك. هنحط على الداير، عندي ورق الروكا موجود مزين فيه بديل عن بقدونس. بهالشكل رح نعمل له زيت وحامض وليمون. فينا ندخل نحن حاطين فيها ليمون، بنقشرها بهالشكل لناخد القلب تبع الليمونة. يعطيك العافية شيف. هلا بالشيف جوزيف. هلا حبيبي. لما السيد جوزيف هلا بتنهي
اطباق عارف كتير مهم الالوان تكون موجوده، وخاصه بجات السلطه، يعني وقت يكون في هيك سلاد بدنا نعلمهم كيف بيشيلوا القلب الحامض او الليمون اذا عم نعمله للسلمون او لاي شيء اوكي بهالشكل هيدا. اوكي بيجي بلا بزر ساعتها، بيجي بلا بزر ما بيتعذبوا. فينا نستخدم الخل او عصير الحامض، انتم شو بتفضلوا؟ دائما بانواع السلطه ايه نترك الخيار للاشخاص، فينا نعمل اثنين ونقدمهم مع بعض. ايه طبعا الافوكا حتى ما يسود بينقعوه بحامض او بنفركه بعصير الحامض مثله مثل الفطر مثل مثل الفطر الطازه حتى ما يسود. فاذا وصفتنا لليوم كانت بين البراونيز بين الكب كيك وبين السلاد الخضار، هيدي رشه حامض صغيره والسلاد الثاني اسم الله على وصفتك كتار اليوم. وهون عندنا النودلز مع او شو مع الدجاج، فينا نستخدم نودلز فينا نستخدم سباجيتي العاديه، سباجيتي العاديه مع الدجاج والكستنه، مع الدجاج والكستنه والبروكولي. نعم وحطينا اهم شيء دخلنا اللي عملنا معه الصويا. ايه هيدا الطبق كمان صار جاهز. اذا هالاطباق كلها صارت جاهزه، يعطيك الف عافيه شيف. وطلع معنا كان عندي روكا. نعم بيبي روكا انا جايب معي عندي. نعم. فطر بنقول له اي ست اي اي خضره موجوده عندك فيك تخترع منها شيء انت وتحطيه على السفره بيطلع. هي عادة كان كله امبورتد يكون بيبي روكا، هلا صار عندنا عم بنزرع البيبي روكا صح صار موجود كله موجود عندنا صار مع هالخضار المشكله بتكون موجوده على مدار السنه. طبعا يعني اهم شيء انه الاكل يكون صحي، انه يبدا بالسلاد ويبدا صح بالقصص الصحيه، ويكون حتى هون انت الدجاج مستعمله كله صدور صدور الدجاج وما في اي شيء، يعني حتى فينا نحط شيء بسيط من الزيت اذا ما بدكم تكتروا، او فينا نعمله على الجريل كمان نهائيا بدون زيت. يعطيك ألف عافية. طبعا اللمسات الأخيرة وصلت لكل أطباقنا اليوم، خمس وصفات، يعني هي الوصفة تختلف عن هي غير واحدة صحيح. أنا بقول اليوم إن شاء الله إن شاء الله يكون قدمنا شيء يقدروا يعملوه بكرة وتكون سهل. نعم بدي أعيد كل فريق العمل وأسرة البرنامج، نحن بنعيدك إن شاء الله بكون سنة خير على الجميع يا رب. ولك جوزيف كمان ثانك يو، ولعائلتي ولكل اللي عم يحضرونا ثانك يو يا شيف، خلي لك عائلتك. لكل المشاهدين انا بقول لكم طبعا بكره عندنا حلقه سبيسيال رح بتكون بتبدا الساعه 10 مع حلقه كامله مع كارمن والابراج، ساعه ونص من الوقت نحكي بالتفاصيل الممله عن كل الابراج لسنه 2019، وكتاب كارمن صار موجود بكل المكتبات، وبنكمل معكم انتم واتصالاتكم المباشره مجموعه كبيره من الهدايا من نصيبكم. الاسئله رح بتكون سهله ما رح صعب لكم اياها، كونوا كتار واتصلوا فينا ولاقوني بكره بحلقه خاصه براس السنه ابتداء من 10 الصبح. لكل المشاهدين انا بقول انه عالم صباح كمان محضر لكم حلقات جديده وفقرات جديده ومواضيع جديده لسنه 2019، رح تتابعونا كل يوم ابتداء من الساعه 10 لغايه الساعه 1 على شاشه المستقبل، هالبرنامج يلي عودكم يلتقي فيكم يوميا من 26 سنه لليوم او اكثر حتى شوي كمان. انا بودعكم بنلتقي فيكم بكره الى اللقاء.